سادة مشاهدي ومتابعي تلفزيون يوم السابع، أسعد الله مساءكم بكل خير. النسخة 90 من كأس مصر، نهائي النسخة 90 من كأس مصر بنكهة مصرية 100%. النادي الأهلي يتوج باللقب 38 في تاريخه ببطولة الكأس بنكهة مصرية 100%. الأهلي وبيراميدز بقيادة تحكيمية للدولي أمين عمر، عشان كده بنقول انها نهائي كأس مصر بنكهة مصرية 100%. نتمنى ان كل مبارياتنا القمة ونهائي كأس مصر وكل مباريات الدوري وكل المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم تكون بنكهة مصرية، ولا نرى للصافرة الأجنبية تواجد في ملاعبنا. سهرة كروية رائعة، سهرة كروية جميلة، كرنفال في مدرجات استاد القاهرة في نهائي كأس مصر. النهاردة النادي الأهلي ونادي بيراميدز اللاعبين في الملعب كانوا على مستوى المسؤولية، حتى لو كان في هناك عدد من البطاقات، ولكن هو في النهاية تنفيذا للقانون، ولكن يبقى الروح الرياضية هي كانت عنوان لهذا اللقاء الذي انتهى بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية استمرت 138 دقيقة بعد ما وصلنا إلى الوقت الإضافي بعد ما انتهى الشوط الأول والثاني من الوقت الأصلي بتعادل بهدف لكل منهما. وطبعا 138 دقيقة بالوقت الضايع اللي تم احتسابه خلال أشواط المباراة الأربعة. النهاردة هو البطل الحقيقي النهاردة في هذا اللقاء هو التحكيم المصري، وإن كنا هنقف عند بعض الأخطاء أو بعض الحالات اللي هنستعرضها مع حضراتكم، ولكن يبقى التحكيم المصري طاقم الحكام النهاردة بقيادة الدولي أمين عمر ومعاه أحمد حسام محمود أبو رجال وأحمد حسام طه زميلنا المخرج حسام، طاقم الحكام على الشاشة أمين عمر محمود أبو رجال أحمد حسام طه محمد عادل في الحكم الرابع، بينما في كابينة الفار ثلاثة في الفي آر لأول مرة أحمد الغندور وهاني عبد الفتاح والوافد الجديد للقائمة الدولية عمرو الشناوي. سبع حكام النهاردة أداروا هذا اللقاء، لقاء أنا شايف النهاردة أن نجاح المباراة والنجاح الجماهيري والتنظيم لاتحاد الكورة يعتبر ده خطوة للأمام في كرة القدم المصرية. وان كنت برضو زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنقف مع بعض الاخطاء النهاردة، فهيم عمر تدخل امين عمر اسف تدخل بالصافرة واحتسب 38 مخالفة على الفريقين خلال فعاليات اللقاء، وكان هناك ست انذارات للاعيبة بيراميدز مقابل ثلاث انذارات للنادي الاهلي وبطاقة حمراء لمحمد عبد المنعم. الفار كان له دور فعال وكان دور له دور ايجابي، وان كان مازال الاخراج التلفزيوني محتاج اعاده ضبط واعاده تقييم، لان فعلا النهارده الاخراج التلفزيوني في اكتر من لعبه هو خلانا قلنا مشينا مع الحكم حتى لو احنا كنا مختلفين. استعرض مع حضراتكم سريعا ابرز حالات المباراه، تمام. فامين عمر قبل ما نتكلم عن الحالات انا شايف ان هو كان معيار تقدير الاخطاء كان واحد، سمح بالالتحامات وسمح بالتنفس العادل، حتى انه لما بدا يشعر ان الالتحام وبيصل الى درجه التهور وما يسمى هنوصل للايذاء بدا باشهار البطاقه الصفراء، فكان على موعد على ان تكون البطاقه الصفراء الاولى في الدقيقه 27 للاعب بيرمز ابراهيم توري. هو انذر من بيرمز ابراهيم توري وابراهيم عادل واحمد سامي واسلام عيسى ومحمد الشيمي، وفي مقابل ثلاث بطاقات صفراء للنادي الاهلي حسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم. ليه انا قلت محمد عبد المنعم؟ لان محمد عبد المنعم حصل على البطاقه الصفراء خلال فعاليات اللقاء، ثم البطاقه الحمراء الطرد المباشر في الدقائق الاخيره من عمر اللقاء عندما تدخل الفار طبقا للبروتوكول. هنا لما بيكون دائما وابدا في منبر اليوم السابع
قلنا لحضراتكم ان احنا بنتكلم طبقا للقانون وطبقا للبروتوكول، مفيش وجهة نظر، مفيش اجتهاد شخصي، ما دام تواجد نص وما دام تواجد قانون يبقى طبقا للبروتوكول. البروتوكول تدخل في، وده احد مهام البروتوكول الاربعة، استدعى الحكم عبر الكوميونيكيشن سيستم وراح لشاشة المراجعة، وكان في ضرب بدون كرة من محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر في وجه فخر الدين يوسف في لاعب بيراميدز، فكانت البطاقة الحمراء المباشرة. وبالتالي الحكم امين عمر هيكون في تقريره اللي هيرفعه لاتحاد الكورة الانذار والبطاقة الحمراء، لان البطاقة الحمراء مش هتلغي الانذار، لان دي ده مخالفة ودي مخالفة، فبالتالي تبقى للقانون هيبقى موجود المخالفتين في تقريره. امين عمر دي المباراة ال20 للنادي الاهلي والمباراة ال13 لبيرمز. هستعرض مع حضراتكم سريعا امين عمر ارقامه مع النادي الاهلي ونادي بيرمز قبل هذا اللقاء، المباراة ال20 والمباراة ال13 لبيرمز. النادي الاهلي كان فاز مع امين عمر في 11 مباراة وست تعادلات واثنين هزيمة، النهاردة هتبقى 12 مباراة وست تعادلات واثنين هزيمة. بيرمز 13 مباراة لبيرمز في خمسة فوز وستة تعادل وهزيمتين بعد هزيمة النهاردة، اعتقد ان اداء طيب. امين عمر النهاردة كان يمكن يكون اللي هنختلف معاه فيه ان هو طبعا ماتش بطولة وماتش مهم، فكان نفسه طويل مع اللاعبين ومع اعتراضات اللاعبين، وان كنت اتمنى ان امين عمر يكمل الكدر او يكمل الصوره اللي ظهر عليها طاقم التحكيم ويكون اكتر حسما مع اعتراضات اللاعبين. كان في اعتراضات كتير من اللاعبين مع كل بطاقه صفراء او مع كل فاول، وكان هو بيحاول يكتفي بالتحذير الشفوي، ولكن يبقى حاجة مهمة جدا ان هو احسن تنفيذ القانون عندما اوقف المباراة اكثر من مرة لعلاج او الاطمئنان على اللاعبين المصابين داخل ارض الملعب، لان طبقا للقانون هو سلامة اللاعبين هي اولى مهام حكم اللقاء داخل المستطيل الاخضر، وده اللي عمله امين عمر خلال فعاليات المباراة. وان كنا يعني هناك بعض الحالات تستوجب البطاقة الصفراء، واحدة منهم كانت المفروض لوليد الكارتي اللي احرز هدف بيرمز، والثانيه لاسامه جلال، وايضا كان هناك انذار ايضا يستحق ان هو يشهره لمحمد هاني لاعب النادي الاهلي، ولكن يبقى المعيار، ما دام المعيار واحد هنتفق مع امير عمر. نرجع للحالات سريعا. في الدقيقه 38 احتسب ركله جزاء على اسامه جلال مدافع بيرمز على اعتبار ان الكره لمست اليد، وهو يعني فرمان سريع كان قريب جدا، عنده زاويه رؤيه مناسبه، وهو بصراحه كان موجود في الميعاد واحتسب ركله الجزاء. كان تدخل الفار احمد الغندور واستدعاه لشاشه المراجعه، لكن الصوره اللي تم عرضها على شاشه المراجعه والصوره اللي تم عرضها على امين عمر ما كانتش واضحه، والاتحاد الدولي كان واضح في مثل هذه الحالات، بيقول ان حكم الفي ار اذا لم يكن لديه صوره واضحه تمام وزاويه رؤيه مناسبه افضل من زاويه الرؤيه وافضل من الصوره اللي يحتسب منها الحكم اللقاء القرار، يقول له كونفيرم على القرار، ولكن برضه هنا التصوير ما كانش واضح واللعبه تمام. الصوره اللي عرضها الفار قالت ان هي جت في الصدر مش في الايد، ودي احنا ممكن نختلف معاها برضه الفار شيك على هدف فريق بيراميدز في الدقيقه 72، برافو محمود ابو رجال سمح باستمرار اللعب، ولما الفار شيك لقى الهدف صحيح. ايضا في هدف كهربا، انا الصوره برضو اللي تم عرضها بتقول ان كهربا كان متغطي بلعيب واحد بس، وبالتالي هناك شك ان هدف التعادل للنادي الاهلي يكون من تسلل، ولكن برضو في الاعاده ما كانتش بشكل واضح. حتى الفار لما عرض على الشاشه خطوط البيرو عرضها من اللعبه الاولانيه الاوفر الاولاني وليس اللعبه اللي هو احنا فيها جدل، مكان كهربا فين ومدافع وفين مكان مدافعين نادي بيراميدز وفين احمد الشناوي حارس المرمى، كهربا كان لوحده لان احمد الشناوي كان خرج من المرمى، ولكن يبقى الفار شيك
والصورة لم تكن واضحة، فعشان كده احنا مشينا مع القرار. ولكن في النهاية في طاقم تحكيم مصري نجح ان هو يخرج بالمباراة بشكل جيد، نجح انه يؤدي بشكل متميز رغم ان هناك عدد من الانذارات، 9 انذارات وبطاقة حمراء، ولكن في خلال 138 دقيقة. لكن في المجمل انا شايف ان البرتغالي بيريرا بيحاول انه يثبت اقدام الحكام المصريين في مثل هذه المباريات، حتى انه النهاردة قبل المباراة عمل اجتماع مع طاقم الحكام وكان موجود والتقط معهم صورة، وفي صورة وهو مع طاقم الحكام قبل اللقاء، وطبعا اكيد كان في بعض التعليمات. هو النهاردة كان مراقب المباراة كمراقب للحكام، مراقب فني. انا شايف ان التحكيم المصري نجح ان هو يعبر مباراة مهمة جدا، نجح ان هو بعد اللغط اللي حصل وبعد غياب الفار في اكتر من جولة في الفترة الماضية. اعتقد ان مباراة كأس مصر هتاخد التحكيم المصري الى شكل افضل. دي صورة اجتماع البرتغالي بريرا مع طاقم حكام المباراة في وجود محمد فاروق وتوفيق السيد. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، بنتمنى للتحكيم المصري ان يكون ان شاء الله في الفترة اللي جاية هو افضل. لكن في النهاية يبقى حلاوة اللقاء ان هو نهائي كأس مصر بنكهة مصرية كاملة، الاهلي وبيراميدز بصافرة مصرية. وبنتمنى ان كل ماتشاتنا وكل مسابقاتنا في الدوري المصري والمسابقات داخل المحروسة تكون بنكهة مصرية. هذا كل ما لدينا في نهائي كأس مصر. انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والى ان القاكم في لقاءات قادمة، لكم مني اطيب تمنياتي ورق تحياتي.